بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اصدقائي في قناة يا بابا النهاردة عن ذاكر مادة الرياضيات للصف الاول الابتدائي مع صديقتكم روان بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة هنكمل مع بعض الفصل الثاني من مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، النهاردة هناخده الدرس خمستاشر وستاشر، هناخده النهاردة العد حتى العدد عشرة، يبقى العد حتى العدد عشرة، هناخده بص كده يا روان أهي، ده العدد عشرة، عبارة عن إيه؟ واحد وقدامه صفر واحد وقدامه ايه صفر هنا هيجيب لك رسم لك هنا 10 نحلات وبيقول لك يوجد 10 نحلات يوجد ايه؟ عش... عشر 10 نحلات يبقى يوجد 10 نحلات نعدهم مع بعض ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر دول عشر يا روان عشر نحلات يوجد هنا يا روان كم نقطة 10 5 فوق ومن 5 من تحت يبقى ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا اليد فيها 5 و5 اه يبقى لك يد فيها 5 ويد ثانيه فيها 5 يبقى دول 10 مع بعض. ادي كفه اليد الاولانيه فيها 5 صوابع والكفه الثانيه فيها 5 صوابع دول يبقوا 10 وهي 5 و5 يبقوا 10 ماشي روان هنيجي يعني نشوف نشاط واحد عايز مننا ايه في نشاط واحد هيقول هي لك تتبع النقط حتى تكتب العدد كام عشرة هذا هي رقم عشرة اهو وهذا هو العشرة واحد وقدامه صفر واحد وقدامه ايه صفر ده بالنسبه لعدد النشاط واحد نشاط اثنين هيقول لك اكمل الرسم حتى تصل للعدد عشرة هنا جايب لك ايه يا روان جايب لك رقم عشرة رسم اربع اقلام وطالب مننا نكملوهم عشرة رسمنا له كام احنا رسمنا له ست اقلام عشان اربعة وستة يبقوا كام روان عشرة يبقى اربعة وستة كام عشرة دي رسمنا له ايه ست اقلام هنا بالنسبة للصورة الثانية قال لك عايز منينا عشر بلونات ادي هنا رسم واحدة وقال لك كمل الباقيين رسمنا له احنا ايه تسع بلونات فنقول ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يبقى تسعة واحد كام يا روان عشرة. عشرة تسعة واحد عشرة تسعة واحد كام عشرة. عشرة هنا في الصورة الثالثة جايب لنا ش... آه، أربع شجرات آه، أربع آه، خمس شجرات جايب لنا إيه؟ خمس شجرات هنا نعدهم مع بعض أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى هو كده جايب لنا خمس شجرات وبيقول لنا إيه كملوهم عشرة فاحنا رسمنا له خمسة تاني من تحت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى خمسة وخمسة يبقوا عشرة هنا في الصورة التانية جيبنا ثلاثة كتاكيت وهيقول كملوهم عشرة فاحنا كملنا له هنا ايام دول واحد اتنين تلاتة اديك انت رسمتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر دول يبقوا روان عشر كتاكيت يعني إيه تلاتة وسبعة يبقوا إيه عشر تلاتة وسبعة كام؟ في نشاط تلاتة بيقول لك عد ثم وصل كمان بالمثال هنا إيه رقم كام ده روان؟ ستة. 6 وصلنا بيها بست مراكب نعدهم مع بعض واحد اثنين اتنين م. تلاتة اربعة خمسة ستة. رقم كام ده روان? سبعة. سبعة. السبعة دي وصلناها بمين? بسبع علب الوان. نعدهم مع بعض. اد واحد م. اتنين تلاتة م. اربعة خمسة ستة سبعة. ده رقم كام يا روان? تمانية. تمانية. التمانية دي وصلناها بالتمن موتوسيكلات اللي فوق. نعدهم مع بعض. واحد 2 اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طب هنا رقم كام الثاني تسعة تسعة وصلنا بيت رقم تسعة ده بالتسع وردات نعدوه مع بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يبقى تسعة وصلنا بالتسع وردات آخر رقم معنا رقم كام رقم عشرة عشر. وصلنا بكام فوق؟ بالعشر نحلات اد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ده بالنسبة لي يا روان بالنسبة لي نشاط تلاتة في نشاط نشاط اربعة عايز مننا يا روان انظر الى الصورة ثم اجب عن الاسئلة هنا جيب لك الصورة فيها يا روان جيب لك صورة فيها كتاكيت فيها بط فيها خراف بيضة وفيها ايه؟ قطط. هنا يقول لك ايه؟ ما عدد القطط؟ القطه دي موجود فيها كم واحده فوق؟ خمسة نعدوهم مع بعض، واحد، عدي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، با... خمسة. طب هنا الخراف دول فيه كم واحد منيهم؟ ثلاثة نعدوهم مع بعض، و... واحد، اثنين، ثلاثة. طب البط في كم واحدة؟ ايه تسعة. تسعة طب نعدوهم مع بعض ونشوفهم تسعة ولا لا؟ واحد عد معي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يبقى كده تسعة مظبوطين طيب هنا كم كتكوت ايه، عشر عشر نعد مع بعض الكتكيت نقول ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر كده احنا عدناهم وكتبنا كل العدد بتاعه كام في مكانه هنا بكم باقي السؤال معانا هيقول لك يا روان ضع دائرة حول الشيء الأكثر عدد يعني ايه الشيء أكثر عدد يا روان يعني أكثر حاجة موجودة في الصورة ايه هي الكتاكيت عشان خاطر الكتاكيت دول عشرة فهم أكثر حاجة العشرة يبقى الكتاكيت أكثر حاجة موجودة في الصورة وعملنا حواليها دائرة هنيجي يعني النشاط خمسة بيقول لك في نشاط خمسة إيه. ارسم نقطا داخل إطار الخمسة و داخل اطار الخمس وحدات حسب العدد المكتوب هنا كم ده روان؟ عشان يبنعمل يبقى نعمل كام نقطة فوق؟ نعملوا خمسة وخمسة، عملنا خمسة فوق نعمله خمسه وخمسه عملنا خمسه فوق وخمسه تحت عشان عشرة خمسة و وخمسة، طيب دي رقم كام؟ 8، عملنا خمسة فوق هما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وعملنا ثلاثة عشان يبقوا خمسة وثلاثة ثمانية، نعدهم مع بعض يا روان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية دول عملنا خم... خمسة وثلاثة ثمانية نكمل مع بعض هنا دولا كام يا روان عايز من هنا كام هنا سبعة نعمل السبعة نقول خمسة فوق واثنين تحت يبقوا كام سبعة يبقى خمسة واثنين سبعة نيجي هنا عايز كام هنا هو رقم كام ده تسعة تسعة عايز مننا فوق نعمل خمسة فوق ونعمل أربعة من تحت نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يبقى كده خمسة وأربعة تسعة ماشي يا روان؟ هنكمل مع بعض يا روان هناخدوا الدرس عشر و عشر. هناخدوا حاجة اسمها يا روان مهمة جوهر ركزي معايا فيها تحديد الأعداد التي تزيد أو تقل عن عدد محدد بواحد ليفهم يعني الكلام ده بص كده معايا روان هنا دول ايه كام ده دول ثلاثة ثلاث تلات سمكات الحوض التاني في كام في سمكتين الحوض اللي جنبه من الناحية الثانية فيه كام أربعة. أربعة يبقى الرقم ثلاثة ده يا روان الاثنين بتقل عنه بواحد الاثنين بتقل عنه بيا بواحد يعني الثلاثة الاثنين تقل عن الثلاثة بواحد معايا والثلاثة والأربعة تزيد عن التلاتة بواحد تزيد عن التلاتة بها يعني عندنا احنا الثلاثة دي نقولوا يا اقل من اكبر من الاثنين واقل من الواحد اكبر من الاثنين واقل من ايه من من الاربعة اكبر من الاثنين واقل من, من الاربعة عندك انت هو الحوض الاول الحوض الثلاثة ده في الحوض اللي في النص في ثلاث سمكات اللي على اليمين ده في سمكتين واللي على الشمال في ايه في أربعة في إيه؟ أربعة بص يا روان في نشاط واحد هنا هيقول انظر إلى الصورة السابقة وارسم دايرة حول الكلمة الصحيحة العدد ده كام؟ اثنين إيه. هنا الكلمة دي اسمها يا روان أكثر بعدد واحد يعني إيه أكثر بعدد واحد؟ يعني أكثر برقم واحد أكبر برقم إيه؟ هنا أقل بعدد واحد يعني أقل منها بعدد واحد من الثلاثة فإحنا عندنا الاثنين الاثنين ده اقل ولا اكتر من الثلاثه اقل, أقل فنقول اقل بعدد واحد بالاثنين اقل بعدد واحد من الثلاثه طيب هنا الاربعه الاربعه دي اكتر بعدد واحد ولا اقل بعدد واحد من الثلاثه اكبر يبقى الاربعه أكتر اكثر بعدد واحد من الثلاثه الاربعه اكثر بعدد واحد من ايه من الثلاثه بص روان نشاط 2 بيقول لك لون المجموع الاقل بعدد واحد، يعني اقل؟ يعني أقل يعني اقل من عدد واحد، في كل صف مما يلي، هنا دول كام يا روان؟ ثلاثة ودول كام؟ اثنين يبقى الاقل بعدد واحد مين؟ اللي هم دول، لوناهم، نيجي دول، دول لونناهم نيجي دولك دول دولة ستة، الأقل كام؟ الأقل الخمسة فلونا الخمسه عشان هو عايز منين نلونه يا الاقل بعدد واحد في نشاط ثلاثه طالب مننا ايه في نشاط ثلاثه هيقول لك لون المجموعة الاكثر بعدد واحد المجموعة الاكثر بعدد ايه يعني عايزين نلون القطار هنا يا الصف ده فيه كم واحد خمسه ايه. هم واحد اتنين ثلاثة اربعه خمسه ودول كام يبقى ايه مين الاكثر السته فاحنا لوننا السته طب دول كام؟ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 و4 ودول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 دول 7 الثمانيه أكثر من السبعه فاحنا لوننا كام؟ لوننا الثمانيه نشاط 4 بيقول ايه يا روان؟ لاحظ العدد سوم مرسم دايره حول الصوره الاقل يبقى الصوره اللي هو ايه لا. الاقل من العدد الظاهر بعدد واحد ووضع تحته خط والاكثر بعدد واحد ووضع خط تحت الصوره الاكثر بعدد واحد يعني نعمل زي ما هو عامل في المثال كده يا بص كده دي رقم كام ستة. ستة. الاقل نحط حواليهم دايره فهو عمل دايره حوالين ايه الاقل اللي هم ايه الخمس برتقالات الاكثر بعدد واحد نحط تحتهم خط اللي هم السبعه ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه يبقى بص كده معايا علمنا النشاط ده يا روان نميزه الاقل والاكثر من الرقم اللي قدامنا السبعه دي الاقل منها كام؟ الستة اللي هي دي واحد اتنين ثلاثة، اربعة خمسة ستة فعملنا دايرة حوالين هي الخمسة الاكتر منها كام؟ الثمانية ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حطينا خط تحت ايه؟ تحت الثمانية يبقى القطار نحط تحتهم خط والأ... والقليلين اللي الأقل بواحد نحطهم في دايرة الرقم اللي جنبنا الثاني رقم كام ده يا روان؟ ثمانية ثمانية الأقل من الثمانية كام؟ السبعة نعد سبعة كنشوفهم فين؟ قد هم واحد 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حطينا دايرة حوالين السبعة الأكتر منيهم كام؟ الأكتر منيها التسعة الأكتر منها تسعة يعني هو الرقم اللي بعديها على طول يا روان التسعة اد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حطينا خط تحت تحت التسعة طب بالنسبة للرقم اللي بعد منه اللي هو كام عندنا؟ التسعة أكتر الأقل من التسعة كام يا روان؟ التمانية، نختار مع بعض التمانية اهما اللي في النص دول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وحاطين دايرة حوالين ايه؟ التمانية، طب الأكتر من التسعة ايه؟ العشرة، نعدوا العشرة مع بعض هما دول عبارة عن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ودول العشرة نحط تحتهم ايه؟ تحتيهم خط، رقم كام ده يا روان؟ خمسة الأقل من خمسة كام؟ الأربعة راح أربعة. أربع الأربع نجم نحطهم فين؟ في دايرة الأكتر من الخمسة اللي هي كام؟ الستة وهذه الستة هما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وحطني تحتها إيه؟ تحتها خط نشاط خمسة بيقول لي روان نشاط خمسة هيقول هي لك لاحظ الأشياء المرسومة ثم أكمل الرسم في الجدول هنا هيقول لك يا روان هي رسم كم؟, كم صاروخ هنا راسم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة عايزنا نرسمه أقل بعدد واحد رسمنا له ايه صاروخين أد واحد وأد واحد هنا عايز أكتر بعدد واحد اللي هم عايزين يرسموا له أربعة فإحنا رسمنا له أربع صواريخ هذيك رسمها بخط إيدك نيجي هنا يا إيه دول كم قلم؟ أربع أقلام الأقل بعدد واحد يبقى كام؟ ثلاثة رسمنا له ثلاث أقلام هنا هو معايا؟ طب هنا الأكبر بعدد واحد اللي هو أر... اللي هم خمسة فإحنا بنرسم له ايه خمس أقلام. آخر حاجة من تحت هنا هي كم كورة دولة؟ دولة خمسة. لما نيجي نرسم أقل نرسم كم؟ نرسم أربعة، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة. طب نرسم أكتر نرسم كام اكتر من الاربع من خمسه نرسم سته اد واحد اتنين ثلاثة اربعه خمسه ونرسم ايه السته كده يبقى يعني سمنا كام كوره ست كور كده سمنا ست يا روان كور. ست كور وبكده خلصت حلقتنا معاكم ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته